ساكن إلى الدقهلية، حيث شيع الألاف من أبناء قرية سناتو بمحافظة الدقهلية فجر اليوم جثمان شهيد الواجب الوطني على يد الغدر الإرهابي بسيناء في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للمجند حمادة جمال يوسف بمسقط رأسه، والذي استشهد على إثر إصابته من جراء قيام مجموعة إرهابية بإطلاق وابل من النيران تجاه سيارة تأمين الأفواج السياحية التي كان يستقلها. حضر الجنازة اللواء سمير الغريب نائب مدير أمن الدقهلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لتوصيل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القرية وسط هتافات مناهضة للعنف والإرهاب. وإلى المنوفية، حيث ودع الآلاف من أهالي قرية الكوم الأخضر بمحافظة المنوفية جثمان الشهيد رقيب شرطة عبد السلام سويلم الذي لقي مصرعه هو واثنين من زملائه بمنطقة جسر الوادي بالعريش في هجوم مسلح نفذه عناصر إرهابية تابعة للإخوان الإرهابية مساء أمس. وتقدم الجنازة اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية وعدد من قيادات مديرية أمن المنوفية، وأقيمت الجنازة العسكرية بمشاركة الآلاف من أهالي القرية. اللي عزوني في أخويا الشهيد، وانا يعني اتمنى ان انا اكون شهيد برضو زي عبد السلام اخويا برضو، وانا كنت بقول له ان انا هاجي لك هنا، بس الواحد يعني من شرطه زيه. من شرطه زيه، تمام. انا من شرطه زيه، انا من شرطه برضو في تبع الداخليه بقال. طب تحب تقول ايه اللي بيحصل في سيناء واللي عايزين؟ هنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعملوا فينا ده كله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ولمزيد من التفاصيل عن المواجهات الأمنية مع الإرهاب وجنازة شهيد الواجب بالفيوم، اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية وكان حاضرا في هذه الجنازة العسكرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. كيف ودع الألاف من أهالي القرية في المنوفية شهيد الواجب؟ كيف سارت الأمور في الجنازة الشعبية المهيبة؟ وأيضا كيف ستتصور حضرتك المواجهات مع هذه الدعوات غدا؟ نحن أمام دعوات بإثارة الفتنة والتظاهر إلى سلمي ورفع المصاحف على أسنة السيوف وما إلى ذلك، ما نسمعه من هذه الدعوات للفتنة وإثارة العنف؟ وحضرتك طبعا بالنسبه لجنازه المرحوم احنا بنقدم لاهله العزاء، وباكد لحضرتك ان كل الرعايه لاسرته ولاولاده من قبل الوزاره، وده راجل من رجالتنا ورجاله الوزاره الشهداء اللي ربنا يعني يكتب لهم الشهاده من عنده. عايز اقول لحضرتك ان بلد الكوم الاخضر في المنوفيه امبارح كانت يعني حاضر العزاء اعداد كبيره جدا، اكثر من 5-6 آلاف مشيع من البلد بالكامل، كلهم كانوا يعني في نقمة شديدة جدا على الإرهاب وعندهم إصرار على مواجهته بشتى الطرق. حضرتك بالنسبة لما يقوم به التنظيمات الإرهابية من شاعة الفوضى وإنهم هيقوموا بأعمال إرهابية يوم الجمعة، احنا عندنا حالة استنفار على مستوى الوزارة وكامل. عندنا حضرتك الروح المعنوية للضباط والقوات عالية جدا، في إصرار قوي جدا على أساس أن احنا نواجه جميع أعمال العنف والشغب بكل حسب في إطار من القانون والشرعية. وزي ما احنا شايفين ان الجنازات الحقيقه لشهداء الواجب النهارده وبالامس كانت كلها وسط هتافات مناهضه للعنف والارهاب، ما هي الروح المعنويه للاهالي الذين شيعوا هذه الجنازات وهم يشيعون احبابهم واهلهم الى مثواهم الاخير؟ كيف كانت الروح المعنويه لاهالي القريه ذاتهم؟
والله هقول لحضرتك حاجة، الروح المعنوية لا تقل عن روح معنوية الضباط وقوات الشرطة، وعندهم إصرار الأهالي، وهنا في المنوفية على وجه الخصوص قمة التعاون وقمة الوطنية والإصرار. يعني حضرتك مش يعني لو حضرتك في الجنازة تسمعي يعني الهتافات المؤثرة جدا جدا ضد الإرهاب وضد الإخوان، وإن هم هيساعدوا معانا الشرطة والجيش في مواجهة العمليات الإرهابية. بشكرك جدا لواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية، وتعزينا لكل أهل المنوفية وأيضا لأهل الدقهلية في شهدهم، وإلى أهل الفيوم أيضا حيث شيع الألاف من أبناء قرية زاوية الكرداسة في محافظة الفيوم اليوم جنازة رقيب الشرطة الشهيد نزيه سيد عبد الحافظ، والذي اختلته عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي مساء أمس أمام منزله أثناء عودته مستقلا درجته البخارية على الطريق الدائري. تقدم الجنازة الدكتور حازم عطية طلة محافظ الفيوم، واللواء الشافعي حسن مدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الفيوم. فاصل يتواصل بعده معكم الحياة الآن في تغطيتنا الإخبارية لمنتصف النهار، تابعونا بعد فاصل قصير.